السلام عليكم. طبعا نحن عم نعمل جولة بمخيم كفر جالس لنشوف الناس ونشوف احتياجات النازحين الموجودين هون. معنا هون احد النازحين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن هيك تحكي لنا شوي عن الوضع، عن احتياجاتكم هون؟ والله احتياجاتنا بالدرجة الأولى هي المدارس التعليمية، لأن أولادنا صفوا لا حول ولا قوة. كم ولد عندك؟ عندي 10 البركة. وما في ولا منهم واحد لخلينا بدرس؟ ما لا واحد، ما عندي ولا واحد يدرس خالص نهائيا. تمام. وغير هيك في عندكم كمان مستلزمات؟ نقطة طبية، يعني أنا اليوم أنا إذا بده يمرض أي ولد عرشون بدي أخذه للمحافظة أو أخذه لكفر جالس. هاي لازم يكون كمان في نقطة طبية، لأن ما هو مخدم لا من مدرسة لا من نقطة طبية. في كمان هيك شغلات تانية؟ بنطلب منه يكون لهالناس الباركي، عرفت علي شلون، اللي ما عنده عمل، العوائل الكبيره، يعني يأمنوا لهم عمل، يأمنوا يعني مستلزماتهم. يعني الوضع سيء، والله يفرج علينا وعلى جميع أمة محمد. امين يا رب، يعطيك العافيه. الله يعافيك. مثل ما شفنا يعني عن وضع الناس هون، هو مخيم كبير 3100 عائله بحاجه لنقطه طبيه، بحاجه لمدارس لحتى ابناء النازحين هون يدرسوا. فبهذا الشهر الفضيل شهر رمضان ساهموا معنا وتبرعوا لتجهيز المدارس وتجهيز العيادات الطبيه بهذا المخيم.